تفاجأت يعني، كان خبر حلو أول شيء. أنا قدمت للجائزة وبصراحة كان عندي أمل إني راح أربح يعني، ولأول مرة يعني بقدم لمسابقة بكون عندي شعور إني أربح. وكنت فعلا روحت من الشغل إلا التلفون برن فحكوا لي معك شركة اتحاد الهلال وخبروني يعني، وكنت سعيد والله بالخبر، بسطنا. حملة ممتازة مشجعة، وأنا صراحة يعني صاحب محل كمان بالإضافة إني زبون يعني صاحب محل، ومشجع الناس على يشتروا باكيتات العليت ويدخلوا على السحب على الجوائز. يقدموا يشتروا عليت ويدخلوا ويبعثوا رسالة، وشغلة نصيب يعني، إن شاء الله تكون من نصيب كل واحد بيقدم يعني، وشغلة حلوة يعني، وأول مرة بدها تكون يعني بالنسبة لي. الله يبارك فيك، شكرا لكم.